وأخرج أيضا ابن أبي عاصم في آخر هذا الباب بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه إنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ أصدروا قرارا أو أمروا أمرا يخالف أهواءنا أو لا يرضينا، سواء كان حقا أم كان باطلا بغض النظر. فماذا قال أبو الدرداء؟ هل قال لهم اخرجوا وصبوا الأمراء واشتموهم تحت دعوة حرية وتحت دعوة محاسبة رئيس الدولة على طريقة الديمقراطيين الزائفة التي تناقض دين الإسلام؟ الديمقراطية تناقض دين الإسلام في كل شؤونه من أولها إلى آخرها، لا تمت إلى الإسلام بصلة. هذه مسألة واحدة خالفت فيها الديمقراطية الإسلام ومنهج السلف الصالح، منهج الصحابة. الديمقراطية تربي أتباعها على السب واللعن بل والاغتيال والسفك لأمراء البلاد أو للسلطان والحاكم. احنا ما من ولاه من الوزراء، هي دين الهمجية، الديمقراطية دين الهمجية، ولذلك تقررها أمريكا وتنفق عليها الملايين كي تنحي الإسلام عن بلاد الإسلام وتستبدله بالديمقراطية كنظام حياة ونظام حكم يناقض دين الإسلام. فمن أصول الإسلام تعظيم وتوقير واحترام السلطان مهما ولو كان ظالما ولو كان مخطئا. فكما قال أبو الدرداء هنا، قال لما قالوا له: فكيف إذا رأينا من الحاكم ما لا نرضى ما لا نحبه، أمرنا بالمخالفة أو فعل شيئا يخالف هوانا؟ قال لهم أبو الدرداء: أم اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. أي حد لو كانوا ظالمين وكانوا لا يتقون الله فيكم على حد ما أنتم تظنون، إن الله يحبسهم عنكم بالموت إذا أنتم اتقيتم الله وصبرتم. فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك؟ فكيف إذا كانت الرعية هي الظالمة؟ قد تكون أكثر ظلما من الحاكم. والله 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 قد تكون الرعية أكثر ظلما من الحاكم، وهو مسكين قد تحمل أمانة والله تفك الجبال أن تحملها، وهم بكل سفاهة وبكل سفاقة وبكل سوء أدب يجلس أحدهم وقد قبض أخذ الأجرة من أعداء البلاد يصب ويشتم تحت دعوى الحرية وتحت دعوى الإنكار، وهو والله رأس المنكرات هو هذا الرجل الذي يفعل ذلك.